شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. جمهور النادي الاهلي نفسه اندهش مش من اداء الاهلي، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء اتفرج على ماتش النهارده. العبارات التاريخيه يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء، خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش قضيه. طب ما احنا جبنا جونش كده. لا هي القضيه ممكن بتاع قفشه، خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. يا فندم اي خدمه؟ الاهلي بمن حضر؟ ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. فعلا النهارده الاهلي بيلعب من غير 60% من قوته الضربه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش والله ما اعرف اساميه، يعني ما يعني يعني ناس ما، انما من غير القوه الضربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر، والاهلي حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آتٍ. الروح الروح، الحضن الحضن، البوس البوس، بلوبيف بلوبيف، الحاجات بقى الكلام الحلو بتاعنا، ونستنى شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف والحاجات دي كلها. فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضية ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلقى كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل حلفاوي روح كاتب لك كده ترك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر، وناس كلها تبعت لي مسجات، اغلبهم بعت لي مسجات يا عمر نعم الاهلي بمن حضر. حضر فين؟ احنا عادي هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر، والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن. دلوقتي انا عندي لحضراتكم اقتراح هيريح مصر، هيريح البلد، هيريح الناس. هو مش الاهلي خد الدرع ونخلص الدوري النهارده؟ ملوش لازمه وجع القلب. اول سنه في حياتي، اول سنه في حياتي ما يبقاش عندي امل ان احنا حتى ناخد المركز الثاني. اول سنه في حياتي يعني انا دايما بيبقى عندي امل كبير ننافس ناخد الدوري مش عارف ايه. النتائج كمان اللي بيعملها الاهلي، المدرب بتاعهم ده لا نافع معاه جامايكا ولا نفع. انا نفسي ابعت له اقول له يا ابني ارجع اقعد مع اهلك، خلي بالك من عيالك، خلاص الدوري خلص، ملوش لازمه والله نكمل. وجع قلب وتعب ومصاريف وفلوس واستادات وامن، ويطلع محمد علي يقول لكم بعد ماتش مش عارف ايه ويحصل ايه. حالتنا بلا والاهلي في السماء، حالتنا بلا والاهلي في السماء. كفايه دوري. مساء الخير كابتن محمود الخطيب، ممكن لو سمحت تيجي تاخد الدرع من عندنا او عندك خليه عندك خلاص. ملوش، لا والله ملو لازمه، لانه تجيب يمين تجيب شمال تجيب مدرب تجيب لعيبه تعمل اللي تعمله. انت عارفين الاهلاويه بقى
هم اصلا شامين نفسهم، فلما يلعبوا عضلاتهم الموضوع بيبقى اصعب كتير. فاحنا في تلعيب العضلات في اول اسبوعين، فلو سمحتم خدوا الدوري وعليه فوسة. على فكرة بقلب صافي وابنية صافية وبدون مشاكل في البلد، بدل اللي عصبنا التحيري وبتاعه ومش عارف ايه. اقول ايه بس جنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش بفوز، نقدر نقول إن هو بالفريق الاحتياطي عمرو أديب جن جنونه بعد مسرحية الأهلي مع مارسيل كولر أمام طلائع الجيش المتواضع الضعيف اللي ما باليد حيلة، ومارسيل كولر بيثبت يوم عن يوم إن الأهلي في وادي والدوري في وادي، ودايما مارسيل كولر بيفاجئ جمهور النادي الأهلي بتشكيلته اللي بيخلي فيها ساسبنس لجمهور النادي الأهلي. هو ده اللي هيجن عمرو أديب، وكولر خد 3 بطولات مع النادي الأهلي في 18 وعمرو أديب لسه ما اتجننش. كولر مع النادي الأهلي عنده نهائي دوري أبطال أفريقيا وعمرو أديب ما اتجننش. كولر عنده خد الدوري المصري إكلينيكيا وعمرو أديب أكيد اتجنن خالص بفوز سهل جدا في مباراة في بطولة هي وارثها الشرعي هو النادي الأهلي، والأهلي بمن حضر، وكولر مدرب مع جون كورة وعلى رأي عمرو أديب ولا زمايكا ولا عفاريت ولا أي كلام فاضي معقول، إنه الأهلي يا سادة مارسيل كولر بابا الشغلانة، الأهلي بابا المجال، الأهلي حصان كسبان. خد مني وما تقلبش يا خواجة، الدوري في الجزيرة.